طيب الله أوقاتكم، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صاحبة الجلالة. ضيفة الحلقة نجمة من نجوم الإعلام الموريتاني المتألقة مريم من تحفظ ديتو. شكت أنك مستضعف حد ثاني موال. على كل حال أنا أراك من خارع ونرجف، لا ومشي قطة خليك موالك خارع بيا البرنامج كذا. إذن أهلا، خايفة لعله تسولني سؤال وأنا خايفة لعله تهور ونجاوبك عليه. إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بصديقتي مريم من تحفظ ديتو. مريم في البداية تيقع ما خالكش، مريم في البداية قولي لي بسم الله الرحمن الرحيم، من هي مريم من تحفظ ديتو؟ مريم أولا شاكرتك على البرنامج، ما حالفني الحظ أني نتابع منه حلقة واحدة ولا تابعتها حتى شفت منها لها شوي، كانت مع زميلة لا لم تمت وبرنامج تبارك الله زين بي، اللي برنامج اللي نعود بدايته يثير ضجة وسبارك تكلم عنه الناس، معناه أنه تبارك الله اللي ناجح وزين. شكرا. اللي هي الصا مريم، مريم اللي عيسان تراعي فيها خلقتي منين وفي حياتك شنو؟ احنا على الرايات ما نبقى اصلا نقولوا سنيننا. هاي اسوت يعني ما قلت رجع منين سنينك، قلت خلقتي منين؟ انا مواليد 1994. ما قلت تبغي تقولي سنينك قلت ايوه. لا نقول لك باطن عرفك تعريف خلاق 94 في الواكشوط، خلاقه في تيار صاري ماني خلاقه في طب بريمير. شنو كانت طفولتك؟ طفولتي كانت طفولة ماني متذكرتها حتى، بيا اللي كنت انا من اسره محافظه حتى وعندنا النطافي ذات ما مرقوا ولا طلعوا لي ما سويت كانك تمر قلت شو عجلك تسمع عجلك اختي، انا سولتك عن طفولتك كانت كيف تمزت صغيره ما بتعطي تمر قبل ما تضرني نجاوبك يا شيخ احمد. ايوه قولي لي انقسوا بدايتك مع الاعلام دخلتي هيك هاي جاوبك بعد عن طفولتي. ايوه جاوبين عليها، لا تجاوبين عليها اللي قلتي لي انا كذا. طفولتي كانت ماني متذكرتها بالضبط، بالضبط ماني متذكره، لذلك ما نقدر نقول لك شيء عنها. مثلا ربيتي منين؟ من بيت اللعب. لعب في نواكشو. معك الناس معك الناس اللي تقيس الباديه؟ لا لا انا ورثه نقيس في الباديه، كانت 2000 وكم قاع 2014 ولا 15 ظهري ولا نعلمها. هاي اول سنه تقيس مريم الباديه؟ اول سنه نقيس في الباديه. قبل شوي جيت هوك لطارق بعد ما طارق ما نسموه باديه قرب الزشره. تي باديه قط قصتي اللي عطار وحدها؟ لا باديه هوك شو القبره. عطار قاع ما هي باديه. ذاك وربيع. تانا موريتاني فرر ما تعرف وين واقف صح؟ نواكشوط نوادي بو قد جيت شوي. نوادي بو. لا نواكشوط نوادي بو. عقبه. قولي لي شنو بدايتك مع الاعلام؟ اخبارك بدايتي تبارك الله نقولها لك، بدايتي كانت 2011 بداية 2011 تقريبا نهاية 2010. لسه عندك كم السنة؟ ما نعرف ماني متذكرة، صغيرة بعد حاجة. اللي بدأت في إذاعة موريتانيا كان حلم عندي على إني نعود نشتغل في الإذاعة، سواء لي نعود لا مو ترى. كنت طبعا بدأت في البروغراماسيون مع محمد سالم اللي خليه، ومن ثم انتقلت شور ساحرة المستجيرة، قدمت كان عندنا في ماشيها نشارات حاج اللي الدحميس فوت فيهم زمن، فما انتقلت شو البرامج هذا في إذاعة موريتانيا. في إذاعة موريتانيا مضيتي فيها كم؟ إلى اليوم الحمد لله من 2011 إلى اليوم. إذاعة موريتانيا موريتاني أنا عيني على بداية موريتاني جيت 2014 ما كملت بداية 2014 نهاية مولي. معناته أنت قاعد سبقتي في إذاعة موريتانيا؟ سبقت في الإذاعة وجيتي من وراها جيتي لموريتانيا. والله خلطتهم خلطتين. جيت الموريتاني دي انت؟ جيت الموريتاني 2014 ايوه، وظهلي مولاني ما كملت 2015 مشيت انا سافرت ولا رجعت عقب. التجربه شنو؟ مالك ما تكمل؟ التجربه كانت ما عندها مشكله، التجربه كانت بدايه الاعلام كنت نختار نعود نعدل البرامج، ولذلك كما قلت لك كان عندي لا نشرات فم حاولت مالي تعود عندي تجربه ثانيه في اذاعه اخرى ما هي اذاعه موريتانيا. كملت فيها سنة عقبك سافرت قلت لك إني فوت درت الشرماني هون. قولي لي موريتانيا إيش كنت تعدل فيها؟ كنت نعدل فيها برنامج قالوا نساؤكم. ما كان ناجح حتى البرنامج ذاك. كان بعدك ساعة شوي بجمهور. نجحت لا في كاميرا كاشي. كان بجمهور على مستوى. قولي لي أنت جيتي الوطنية ورا موريتانيا؟ حق بعد ده 2014 كبار جيت هون نهاية الوطنية. قناة الوطنية. بدأت ببرنامج صباح الوطنية. بدأت مع زميلات
صفية بدأنا في بريدة، جيت أنا هون سابقهم، هم كانوا يشتغلوا معايا في الإذاعة. تحية لهم بعد رام أسلم عليك. تحية كبيرة. ياك البرنامج كان فكرتهم؟ برنامج كنا جايين هون الطافلات، كان عندهم برنامج كان في إذاعة موريتانيا، جين قالوا الأخبار تبقى في الدار وقالوا عنهم لي يعدروا هنا شيئا في التلفزة، وقلت أنا عنني عندي برنامج، جين قالوا سؤال محرج وعدلت منه حلقة واحدة فهمت قالت لنا سميرة وين عدروا برنامج صباحي، قلت لها أنا ما يعودين قالوا صباح الوطنية، وبدأنا من فمات شيء. لا وهاو تو ما فيه إدارة ما فيش. طبعاً كان واخذوا للإدارة وتكلمنا مع الإدارة، قال هو فكرة، هي الفكرة اللي تبدأ من عندنا إحنا. كنا نتكلم على آخرة. نهاية 2015 شيطان الوطني. شيطان البرنامج والوطنية. كان قولي لي نهاية قرتي بدأتي معهم يعني مضيتي معهم السنة. ما يتمم لي سعود. السنة ما يتمم. يك تجربة شنو تجربة مع صباح الوطني؟ كانت تجربة زينة، صورت فيه هيك الساعة في نفس الفترة صورت فيه كاميرا كاشة. جبتي لهم ضيوفهم واللي كاميرا كاشة مزنة جاية خليها عني، جبتي لهم. لا نقول لك إني صورت هذاك الفيديو ذيك الساعة، جبتي لهم ضيوف في صباح الوطني. والله جابوهم هما شي، نحن نتقادات في البرنامج. هم قالوا لي يعني قط جبتي لهم ضيوف منهم صاحب الشهامة ذاك حفظه الله. ذاك صاحب الشام ظالمون جايبته سميرة ولا صافية ماني معك جايبتي انت؟ لا 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 هو قاع كان كل اسبوع لوحدة منا، كانت كل حلقة تعود هي اللي تعود تترأس عليها، تعود هي يرجي بالضيف لاني انا بعد دائما نترفن هما نقول لهم انا ما رايد الضيف ترفن علي، لان تبارك الله اسرة واحدة. او سمعت عن صاحب الشهامة ذاك عن قط اولاد وتخلطوا معك شوي، والله قالوا لك خاص ذاك سكيب قول لي ذاك تخلطوا معك مع قطع المسبيه ولا ايش قالوا لك شي خاص والله هدوا عليك ذاك لا ايش لا ما قط قال لي حد منهم جزاهم الله بخير ما قط قال لي حد منهم زيد عليك مدعي لانه هو من راسه قال عن حلقته لذلك ما فهم حد يتريق ويجي يتكلم جيد في سيده قط تزوجت معك انا 50 مره ولا شيء قالوا عنك كثير قستيهم وقستوا شرب بيكا وخلقت كاركيرا لا لا كانت ساكنة في حي الساكن ما هو في بيكا ايه حي الساكن قستوها جيت أنا وطافيلات رقايلة كان معنا الولي تحية طبعا لهون ما تربي تحية لهم كاملين تحية للطافيلات وكنا نوع عليهم وقسناهم جيناها فمات شياها وبروغرامينا معاها للحلقة الصبح قالوا جيتكم لها خلق شي قالوا عنا ما راشن فيها الدهن والله كسكس والله الوالدين كيف تقول هكذا امرات صفيه سوى لك عن صفيه انا يسوي لك تاكتين صداف صفيه يعني سوى لها قولي لي كلمة انت ماني مستحضرتها حتى لذلك ما نبقينا خالقين تركا ماهم كبار حتى الشاشه قاعدين قط شاوطوكم الامبلتيه قلت كيو ذيك الساعه نقول لك بدايتنا هنا كنا نجي هون قدموا لنا مرقوا يشوفونا التركة تعرف تم قلنا شو طايف لا تقدر خوف ترزا قلت انا طايف لا ما هو ما هو طالع حد يتم يشري متحفتين واحده قدم فيها واحده نيم ورقي بدلها ثلاثه كانوا يقعدوا يمشوا شهر كنت تتضايق معاهم تقول لك صبيه حق الله تجري انا على الشارع احنا الطاولات مسورات ونوفوا صحه بيات وكذا كان ينطر متحفتي ذاك وذاك كنت لازم فيك انت واحده انا بعد حان ما طرحت للناس غدا انا اعرف انهم نطروا متحفتي حتى قولي لي كذلك كنت شوي حرشه فم اللي شو الاشاعات تقول انك في النهاية دايكتي مع صفية وسميرة عنك دايكتي مع معنا عدت الناس تقول لك تقع لا ذالي زول اثنين توامة ثنتين لا أخذ لك سكيو أحق الله معنا الله علي جبري اللي دايقني معهم بيدي معرفتنا كانت في موريتانيا كما قلت لك وحاجة لعلنا أول حد جاهم أنا فهم في عقترهم لعلى وعود دور وشي والله شي بيدي أنا دايما في البدايات يعود الإنسان بادئ في رواية لابد من يجبر حد ينير له الطريق فهمت وتبارك الله هم قاع كافيات رسمي غير توفي اللي أعلني أنا دايما عرض خدمات لذلك أصحابنا من ذيك الساعة والطافلات مشتي عنهم كانت رحمة والدي ذيك الساعة ولا بقيت نكمل ما بقيت نكمل عقب ذاك وتو ما بقيت كمل طيت سنه ما طلعت ولين رجعت ملي اللي قال هاي المدير قلت له برنامج صراحه بدون طافيلات وانا قاعد نختار نجبر راسي في شيء ثاني ما هو برنامج صباحيه ماني متخلق قاعد يوم على الصباح هي تمشيك الوالد الله يرحمه كانت رحمه الله قاعد قطت لق شنو قط سمعت عنك تلقيتي للهواء مباشره الخبر لانه هو لانه مصاب ذاك مرض السرطان عنك حزنتي ما كان على الهواء كنت ذاك النهار كنا نصور وكنا ما خرج حاجة خير والدين قالي والله لا انا عترك لك الفجاجة تقول كنت صور انا وطافي لا كيف قصد انا والدي مو سال نحكم عني وعنكم تقول كنت صور انا وطافي
اللي نخضنا من البرنامج حاج اللي حاج لك عن استديو هون فيهم طليعات قاضين تحت على قد لارج من قد الليلة خلط من فم ترنت عليا والدتي قالت لي انها كانت في كيسي قالت لي كينا مرقنا وتترد علي وتوفر مراد طبيعي ما خارج حد يسمع ذاك ما تاثر بس الحاله ترد عليك تقول لك انا خلطت من الطب وقالوا عندي قالت لي انه كان كين خاضوا فحوصه هي قالت لك نتائج الفحوص مباشره في التليفون اكبر اش كي قالت لي مو منطقي وبالورقات اللي يقول فلان مريض فيه السرطان لا قدر الله حتى يعاد واحد تعرفي ايش قال والدك تعلمك بطريقه لا هي تعرفني انا والدي متعلقه بي حتى لذلك ما هو ذا هو الوسامه علمتي يعني ما يلتا قاعده تعلمك بك الطريقه دي. على كل حال قاع لي رحمه الله لا عادي جدا انا كي قلت لك انا بغض فاصل انا بعد ما هاني لك بغض فاصل بولي مولي ما تسولني عنه اذا مشاهدينا الكرام نواصل هذه الحلقه طبعا كان فيها سؤال للضيفه الزميله والصديقه مريم تحمد ديتو حول الوالد رحمه الله عليه طبيعي جدا عن تاثرت وليش عادوا لنا رجع السؤال اخر والله بعد يرحمه ويرحم والدينا امين ان شاء الله امين يا رب الموت حق تتعلم انكم زتي تموتي انت ذاك بعد الفعل كاع بالو يكون تعرفي ولا ما تعرفي؟ والله ما هو نقاش لا تناقش في اخبار الموت كاع لا اخر سؤال فيه الموت انت تعرفي انك بديتي تموتي ولا ما تعرفي؟ طبيعي نعرفني ليه انك تموت 80 اسمح لي لا علاش الخير وقتو؟ قضية كاميرا كاشي عند التي في يوم في رمضان نادم بعد انه دكدكت ورقيتي تقولي لي شنو اهم نجاح حققته مريم حتى الان؟ ما فتوصلت ما فت نجحت. صار شنو هم؟ أنا ما عرفت أنا ما قلت لك عن القصص. ما فت. أهم نجاح. ما فت عادهم شيء ذوق ينذكر. طبعاً كانت الكاميرا الكاشية كانت محبوبة إن شاء الله عند الناس. شاكي تقولي عنك ما كناش حنا وأنت دائماً نخوف من بديه كم ناس مريم ما يراش وما يرى النجاح. هذاك نجاح ما هو على انك تعدل الروايه وتشوفك الناس النجاح على انك تعود عدلت شيء عود ثاني ايوه انا اللي درت حلقتك على فيسبوك الناس فرقات الاعلاميه المتميزه المتالقه ان شاء الله عيبوني. ان شاء الله ان شاء الله قاعد عليك كنا نجاح تضربوا نجاح ان شاء الله ان شاء الله هو شنو تجربه خلطت عليها قلت تبارك الله بسم الله نعم العين الصين هذه متن تجربه قد خلطت عليها لا تجربتي مع الكاميرا الخفيه كانت شنو شين كيفات مقدس وتخوف بعد قاع من اراء الناس يا الاولى وترواد الشيء عود اشبه من ذاك المعدل كل سنه والاستمراريه هي اول كاميرا كاشي تعدلي كانت انت كانت اول كاميرا كاشي كانت 2000 و وسط 2014 والله 2015 على ما اظن ماني متذكره بالضبط اسمها كان؟ كانت تشفاقعك تشفاقعك كانت في الوطنيه انا بدايتي في الاعلام المرئي كانت للوطنيه حققت نجاح كبير تشفاقع قولي لي شفتي كساب الوار ميديا طلعوا لانه كان 2015 قاعد ذكرت لك باللي كان يقول انه هو اعلى نسبه مشاهده كانت حققها 2015 ايوه زين وراها تشفاقعك تجربتك معها شنو؟ تشفاقعك انا قلت اصلا فكرتي اصلا ما هي فكره المدير لا كانت على فكرتي انا طبعا انا المدير واخضع ليها عملي بلي نعتبره صديق قاعد له مدير وحده لا ما هو اللي قالها لي انا جيت كان يجيبهم لي كان يجيبهم لي المجر مره جيبوني مريم تبع عسريه مريم جيبوا تحيه لمريم تبع عسريه قولي لي بعد هي يلطاتني فكره على اني قسر وطنيه نشتغل فيها حق الله قالت لي نشتغل في الاعلام الماء
اختي ما تصيبي عنها، ما تصيبي الله يعينك على درتك. ياسر ياسر من الشماوذ، ياسر من الشماوذ اخت اختي عفوانه قاع مولي طوالت الصاح. قولي لي قولي لي انت ايش فاقعك؟ كانت احكي لي عنها شوي. انت ايش فاقعك السنه الاولى؟ قلت لك فم فم الصحفي ابيول زيدان ما قابلته الشركه حجي؟ لا ما قابلته الشركه. في مداح قابلته هون الشركه هيك الساعه؟ مداح جايبوا لي المدير. كان جايبوا لك مدير؟ قلت لك على انه صديق اخ وكان بولي، معناها انه كانت كاميرا كان شريك ساعه جاب لي منها ضيوف، مداح جايبوا لي هو اللي هو المدير، هو اللي كان صديق واخ اب سابق ذا. ايوه زين. بعد التشفاق على الكاميرا الكاسيه الاخرى كانت كانت 2017 ب 2016 تام. لا 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 2017 عدلتهم هون تشفاق على الجزء الثاني. الجزء الثاني يعني عدلتهم هون الوطنيه. السنه الثالثه كانت بالك، كان موريتانيه. شفاقعك الثانيه نجاحيه ولا الاولى؟ كان انا ما نقول لك نجاح شبيالي، نسبه المشاهده كانت نسبه المشاهده كانت كاميرا كاشي اللي قبضتي من الشهره، كانت نسبه المشاهده دائما عاليه في رمضان، كانت دائما تعود هي دائما انا خرص نسبه المشاهده، انا دائما نسوي لها البلوار ما اجي اقول لها هي كانت اكثر نسبه، فهمت؟ لذلك على على التوالي حتى بالتاليه كانت هي الاكثر نسبه مشاهده رمضانيه. جيد. وراها؟ وراها بالك الموريتانيا كان بالاسانسير. بعد شيء لا تقول الناس اني شف جابه. هي تنباع عادي، تتعدلي عمل وتبيعيه عادي ما تخسرش. طبعا كنت مع الموريتانيا سنة شي. لماذا ما تبيعيه الوطني؟ ذيك الساعة كان تم توقيف وانا خرص دائما لا مصلحتي، كان الاكثر مد. اكثر الفضا. شيخ ما دريت توحلني. اكثر ايش؟ كانت ذيك الساعة سنة تو كانت الوطنية كانت قافلة. كانت قافلة؟ ايه. تدعم ذيك الساعة كانت قافلة شم القناة. وراها وراها. وراها كاميرا كاشير رجعت للام هي الوطنيه. كاميرا كاشير مالها كانت الوطنيه. يمكن نعطاك فكرتها اللي جازي بالحسن. نفسي 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 نرى انك جبتيها من راسك افكارك انت. قولي لي قضيتها شنو؟ سمعت عن فيها كان فيها بنك اللي تعدلي قدام بنك ويجي واحد يسحب. اول شيء تحيه للدف بعد قا دف دف هو كان معايا في الجزء الثالث من كاميرا كاشير، كان الممثل الدف كان معايا كان في الاسانسير اللي هو كان فم يعدل انه ديسان بلاسانسر. ومنين تكلمت معاه انا دائما عندي واحدين نرجع لهم منهم احمد ناجف، ما نعرف كانك تعرفه ما رجعيت يا احمد ناجف. كنت قلت له بعض هو رجعت شهر الدف كنت نتكلم معاه قلت له انا ممكن اعدل كاميرا كاشي وعندك اني تابي قلت له عندك على نيش نعدل. قال لي قال لي في كرسي البنك بنك على عمليات سطو كانت ياسر على البنوك فهمت، وجيت مديرية الأمن ووافقوا لي طبعا على انهم يمشوا لي عناصر من الدرك. مهم طاولة نسجن صنع. أيوة. لا توقفوا. أم وافقوا لي على انهم يعطوني شيء من الدرك يمشوا معايا في الحلقة. الين ترفنت على كان ترفنت على اصدقائي منهم واحدين كانوا مدراء للبنوك وطبعا ما وافقوا قالوا لنا ذاك نوع من ما يقدروا يصح لهم فهمت. خلصت يوالي عمليات سطو ياسر في الشارع وياسر على الفنانين بما انهم ونحن قاع ياسر في موريتانيا الدار بابها ما ينقفل نطق قاع الفنانه احنا صورنا معها كثره جمعتين باب دارها مفتوح فهمت، معناها كان اي رقاش منها بعد عصابه مريم. عصابه مريم. قصدك بيه شنو؟ قصدك بيه ياك تخفف من العصابات؟ طبعا طبعا ياك الناس تطرح الحذر تعرف ما تشجع قاع العصابات ما تشجع العصابات انت تقعد تقفل باب دارك. انا من اخا تجيني عصابه. علاش توقف عليك حد وتركب معاه ما تعرفه؟ لماذا تركب مع حد ما تعرفه؟ ولماذا تفتح باب دارك الكل رقاش؟ معناها كانت فيها رسائل. طبعا كانت رسائل يبدو عن فم البعض اللي ما فهمها ولك بعد يرجع لي انا ما ارجع للناس. اجبرتي ياسر من النقد على الكاميرا كاشي الساعه في رمضان اجبرتي على ياسر من النقد والناس ياسر من شو تقولي شو تعاملتي معاه باش من دراك كان كبكيتي ولا شو؟ لا 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 انت شوي مو خالق اصلا يبكي. لا ماكو ياسر يبكي. فقعتي شي انا عندك تندمت عليها؟ ما تندمت عليها لا لا ما تندمت عليها، بيدي انا نعد العمل نعرف على انه لين يلحق ذاك اللي ندور انا اللي يعجب واحدين وواحدين ما يعجبهم. وقفتها الوطنيه طبعا ما زين عندي وقفتها الوطنيه ما علمتني توقيف اللي قلت كان عادي انا ما ترفنت لاحد ولا سولت معاهم اني اوقفوها وتوف كان توقيف ما نعرف قالوا انه هما من خلل شي من مونتاج وشي على كل حال تخطاته
كون الناس انا ما ادري ايش الناس غير ما قد نتكلم به لي لهم اللي شقروا هو تاع راجع انت ماشي انا عندك لا ماشي انا عندي بلي انا معاد تركم نتوما منين زين عندكم الله انت تعدلي انا عكس نقول لك العدد تي ما ينفع انا راني نصفح يا والي حد يقول كلنا مريم راني نصفح يا والي واحد يقول مريم كذا مريم كذا فهمت وبالتالي انا ما قدنا ما نثقل بين اللي ما يسنى الشيء الاول ولا الثانيه معنا رافع عن شهرة بضريبة سنة الأولى قاع قلت أعلني لين اعتزل الإعلام نهائيا بيلي بكيت ياسر الصحك بم ياسر مجمنا بم ياسر بشاعات تخرج عنك دائما قولهم لي بم واحدين الساعة كتبوا على فيسبوك عنك قبطي اجبرتي على حاشة البحر معك شيء وقالوا لنا في الليل كنت نصور هنا شيء كان عندنا رمضان كان عندنا هيك ساعة وطافلة تصورنا في الليل رمضان ما نعرف رمضان الوطني رمضان حاجة اللي في الليل حلقات كان عندي أنا وطافلات من تسماني وكنت صور ما تشيها في كل ليلة كبار ماشي ثم تبدل بها صوروا رمضان ما نعرف ما يمتكرا كل برنامج بالضبط حاجة اللي بعد كان يجي في الليل رمضان اللي فيه فؤادي ولها مدفال وكاميرا كاشة وكذا معك ذكرتي السنة الثانية يك السنة أنا كاميرا كاشة متكرتها كاميرا يك السنة شنو يك كاميرا كاشة شنو فيادي الشيخ الشيخ ماس. أنا عنصر أساسي عندي فيلم ماس حتى العاد اللي ما هو مشتغل معي لا بدري يعودهم كان يكسع فيلم ماس ما كان فيلم ماس وفؤادي قد قلت على إنه أي شخص رين يعوده بالفؤادي معاه مرة له كل شيء عدرو نفسخ تركيا لا نفسخ تركيا لا نفسخ قاع المو تركيا محتاج قاع عدرو لها ياسم الخلع والله وين خلع حتى ياسم الخلع هو ما خلع يقر أي إنسان معاه مرة شفنا احنا خلع فسخ تركيا فسخ تركي هنا انت تعود معايا مرة انت تعود انت معاك مرة حتى تفسخ تركيك لا انا انت فسخ تركيك قضيتي انا قد نقولها تفسخ تركيك قضيتي انا قد نقولها ما خلعت انت انا ما خلعت بعد حتى ايوه معناه انه فسخ تركي ما خلع هو فسخ تركي يعني غير هو قال عنه اذا عددتوا له طمن اذا عددتوا الناس اخرى عنكم درتوا فيه موس وجل لا موس ما دار ايش قالها انا كنت في استضافتك مريم تسمع انا كنت معاها في الحلقة ما درتوا فيه موس لا ما درنا موس في شخص تدرنا فيك موس انتم عصبوا عن الموس درنا فيك موس انا درتو فيه موس لا ما درنا فيك والله سيفة ما درنا فيك نهائيا على برومو حتى انا على برومو انا مديره فيه سيفة على الرقبه لا لا مو موس دوك العاب التركه وانت تعرف انهم العاب التركه بيك اللي تجي للدار تعرف تتعرف فمو موس ولو سكينه يقرتم قاعدوا لي الشاب الموس والسكينه هو انا اللي يمس وما يجرحني وبالتالي شيء شنو يعطيك افكارهم افكار يعطوهم لي تشبرهم مام دائما زينين بيدي نعطيهم دائما للراس معني بعد قلت لك اني عن جمال رجعيه لحم الناجي في غير بعد دائما ذاك اللي يقول لي قاعد نمشي عنه ها نمشي بعد في شيء منه شيء صالح دائما يعود ذاك جاي مش هو ادي لك صاحبك والله فوجي طبعا صاحبي لارك 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 صاحبي ورا الحلقه ما حتى صاحبي قلت لك دائما شاتي معاه على فيسبوك ما نفقع عليك شوي ما هو بعد من دوت علي قطعا لهذيك الساعه مقعديه ما نعرف معنا عنكم فقع عليك وسط حفته انا هو كنا هنا شيء في حلقه الوطنيه في بليده انا قد نشوف شيء على برنامجك انت يقرب ما هو بشرط اني انا وانت نديك والله نفق انا قد نشقر عليك انت عاملك يقرب ما هو بشرط اني انا وانت نتناتف لا والخالق لي انا الناس اللي دائما تشقرك تعرفش تقول مريم بياك عودهم في الصراحه ترى يعني قاعد تركزي على يعني تخراص ملحفتك وتخراص وقاتك وتخراص كذا اكثر ما تركزي على الحلقات قد سمعت تركزي على الشكل اكثر من المضمون انا ما قد سمعت حد يقولوه الناس دائما يشوفوا على فيسبوك ما قد شفت حد انا ما قد اكتب حد عني شيء ما قريت حسيت عنه بصفته هذه الشكل لا بود منه على كل حال بلي حتى التلفزيوني الناس ما تبقى تشوف مو شمونك وزين تركزي على الشكل اكثر من المضمون مو زين شمونك عندها فهمتني كيف يعني لبست ملفة معناها انها مو كف العين الناس اللي تخرج تلفزيون ما تدور تشوف شيء كدر عليها ولا تدور تشوف انه انا دائما اسمع عنهم تملان اضحك وذاك ما طبيعي شيء والله مو طبيعي شيء كدر حد يدخل الاستوديو يعطي ويخليه بلي جاي يترقى للناس اللي بوجهه يعود بشوش ومعني انا قاعد نجي ماني يعني كي تقريبا عود كنت في الدار وانقال لي حلقه وقايم ماشي ما عدت حالتك ذاك النوع انا ما قلت لك النوع من السيره حالي هون في الاستوديو ياك يظهر للمشاهدين ولا هو بعد ما شافوه يقرب شرق هو بعد ما شافوه ما فاتوا شافوه بيدي كان بوينيا حيرتهم حد قال لك درك عنه لينك شعل الهواء ما بمشي مشحوط ما بمشي مشحوط خليه ما طلبتها منك انا لا خافك لو تشكني جاحدش انا بزت لا طالبك درا في كم تقولي لي في كم ما في الفضاء في 200 200 الاول 20 ديال ذيك لما يتعلي لي خايف ثلاث اسرق علي قولي لي تعالي الشيخ قط قال لي قدام اللي دائما يظهر معك كاميرا كاشي تعالي الشيخ تعرفيه لا في رمضان يقول لك
انا عنكتي صحفي تاع رمضان. لا لا شيخ اليوم برمضان ما تنشوفوك الشيخ ولد دارقه. قال لك القضيه شنو؟ مشاهد بعد لين يجي رمضان يجبرك ان شاء الله لين يوفى رمضان ما تيشوفك مين تقيس؟ نقول لك تبارك الله انا نبقي الاستمراريه في شيء عدلت مع اني مرات نقول لي ما عدلت كاميرا كشغل هذاك بعد ما هو نبقي تو الاستمراريه للمشاهد معناها على اني سابقه رمضان ما نحس انا لان نمشي لان اشتغل انا عليه راجع لي انا مردوديه وفي نفس الوقت هم اللي عود مهم عند المتابع. معناها انك كنتي تلودي تصلحي لاش جبرتي انك تصلحي الكاميرا كاشي ولا تيتي رايقه شوف. انا نعد البرامج الاجتماعيه كما تعرف تانجي برامج اجتماعيه في جديدة انا عيني للشاشه جديدة بالتلفزه كنت ساعه عامله ناقش مواضيع اجتماعيه في الاعلام تصل الاعلام كنت تهواياش البرامج مقدمه ما دخلت بعد عن طريق الشهرة. الا اجبرتي صدفه؟ لا دخلت وقلت لك اني ما دخلت عن طريق الشهرة ما ندور ادري الشهرة. قلت كم مره استفدتي من قالوا الوساطه اخبارك من جامعه موريتانيا؟ جامعه موريتانيا طلعني لها والج وساطه عن طريق وساطه لا عن طريق استاج انا والدي ما هو بعد ما اخذ لي قطعه انا خلاص بدي انا فوتي حد نخلص انا غير الوساطه قاعد استفدت منها كم من مره ما استفدت منها انا والدي طلعني في الاذاعه عادي مو اذاعه ما قد اشتغلت مو في الاذاعه ولا تلفزه موريتانيا وكنت بايعه تلفزه موريتانيا كاي انسان هون تتمنى ايش تقري في موريتانيا؟ ما نتمنى شيء شنو بقي ندور نحصر جيد برافو عليك قولي لي من هو افضل صحفي في موريتانيا بالنسبه لك؟ هات كامل ناجح لا اعطيني اسم افضل صحفي بالنسبه لمريم حد فر ناجح انا افضل عندي صحفي بيلي ما نقدر نقول لك شيء بيلي حق الاعلامي لا شوفي ركزي ناجح تبارك الله انا مركزه انا قاعد ما قطعت ركز تابع ركزي معايا ركزي معايا قلت لك اعطيني اسم رجاج قولي لي الشيخ احمد المختار هو افضل صحفي انا والله معك افضل صحفي مثلا احتمال قولي لي افضل صحفي اعلامي او صحفي؟ صحفي اعلامي ذا واحد مو سياسي ما اعرف شنو نقول لك ما فهم حد بطلته عن الشخص لا لم تمد قالت لنا افضل صحفي عندها نبقوها من زيدان اعطيني اسم انا نبقوها ما شاء الله عليها تبارك لا انا ندور راجل افضل صوت عندي صوت لا لم تمد صوتها رائع افضل ندور راجل افضل صحفي راجل منول صح خليك لي منول حق الكامله صحفي لا خاصك ذاك اللي بينك تشمولي انا تعرفي عنه افضل صحفي تقولي بيني انا ومودانا اذاعي ولا تلفزيوني صحفي سوى في الاذاعه سوى في التلفزيون محمد ناجف جيد افضل صحفيه افضل اعلاميه مقدمه برامج انا دائما لا تسمعني ما الافضل موريتان عندك انت مريم افضل بالنسبه لي انا زين جيد معناه عن برنامج ومجح وراك تشوفي انت كنت مخسرتي نعم كان ماشي غاصر وكان ناجح مازال مستمر ناجح معناه انه نجح زمنه في انت والله غير. لا لا والبرامج ان شاء الله كان مو ناجح ما يستمر معناه انه نجح اللي قاعد لعاقب يانا برافو عليك ايوا قولي لي من هو فنانك المفضل؟ مرحومة جيمي متابع ايوا سيداتشي ولا ابو عند اخرين في بعد زين عندي هو الرشيد رشيد من هو قاعد يبي لي صديقي حتى مولي صديقك والله انا اللي مداح نقول انهم الاهلي من هو شاعرك المفضل؟ نزار قباني نزار قباني تبغي نحكي لك من وش؟ يسوى مش كي تتكلم عليه حافظ منه ياسر خير مشالي للامانه مشالي رقاشي على ماسنجر عني تحكي عني نحكي لك هو صديقك وليت تسمحي لي لان فتحت تلفوني وسمحوا لي ايضا مشاهدين الكرام لان قبل ماسنجر ونقول لك المهم اللي انا اعطيه انا ما تحكيته لا تقولي لي من هو اديبك المفضل؟ الادب الادب وحالتني زين عندي التهرب محفوظ العبو محفوظ العبو محمد احمد ديا محفوظ العبو خلينا نوقف عند محفوظ قايتنا فيه شوي في اشاعات قط تعدلت قايتكم زاد في اشاعات قطوا شاعوا عليك انت ومحفوظ انه كذا انت قط قلت لك انك ماك طايب ريطاني لا عادي هو في انا محفوظ خويا وصديقي مجرد خوك صديقي أكبر. عاجبني مودي بيدي انسان ذاكر بوين مع رب الصحافي سعدو محب للنبي عليه الصلاه والسلام سعدو عليه الصلاه والسلام تحكي له شيء محفوظ لا انا ما نحكي لك انا قاع ما تحفظي اي شيء قال لك حد قاف اه انت ما ننتج قولي لي كان قط قال لك حد قاف انا ما انا وانت ما بينا رد السرور قط قلت تبرعي على حد لا ما انت ما تبرعي لا
أو نحكي لك شعر. لا تبقي. قال لك واحد هون. قال لك أنت. قال لك أنت داي رسالة وعدتك شيء تخليني نحكيها لك والله. تفضل تفضل. سامحة بيها. قال لك غاليتي أنت غاليتي. لا أدري كيف رماني الموج على قدميك. لا أدري كيف مشيت إلي وكيف مشيت إليك. هاني صار قباني شاء الله. قولي لي ماذا أفعل فيك؟ أنا في حالة إدمان. قولي لي ما الحل في أشواقي؟ وصلت لحدود الهذيان. أي امرأة لا تتكرر في آلاف الأزمان؟ أي امرأة ترقص حافية القدمين بمدخل الشريان؟ من أين أتيت؟ وكيف أتيت؟ وكيف عصفت بوجداني؟ يا إحدى نعم الله علي وغيمة حب وحنان، يا أغلى لؤلؤة بيدي، آه إن كم ربي أعطاني. نقول لك اسم المشاهد قال لك ذا والله خليك. فم فم فمش نقدر نقول لك أنا طاطو لي الشاشة ومحبة الجمهور سواء سكان نساء ولا رجال. تقولي لي أنا ما نجحت. نو ما حبيت. قالوا كان مشيه لي أنا مشاهد، ليل بعد ما رقد. تقولي لي عنك ما بتنجحتي حتى. ما بتنجحت ذاك اللي ندور أنا. ذاك تيش الدور. قولي لي ذاك الدور عنده دام ودي أنا شيخ أحمد ما عنده وفي أرسل تاك ودعا. قولي لي قولي لي يا أبوي أنا أعرف لك أنك خلعتني أنا بعد هذه درت فيها درج الزرق قلبي لي يسمحوا لي الموت ما الصعب لي بير خافر يعني أنا ماني ما نبقى نقول شيء سارق ولا طايح لباس مزدت بعد ماشي خفيفة مزدت كانت زينة في قطس تصدفتيني في الإذاعة وتعرف القصة اللي قط عدلتيني راني اللي نقول يا أمي للمشاهدين اللي تقولي من هو الكوميدي المفضل بالنسبة لك أموريتا ماني 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 متابعة ما تخرصيهم يقير بعد نعرف عن المرابط نعرف عن يضحكني حتى تحية للمرابط تحية له اشتقال مولي كان معي في الإذاعة لذلك أنا أعرف عن قرب يضحك ما هو إلا في كان عندك موهبة أخرى ما هي الإعلام ما هي الصحافة صك صك كان قال علني إيه صاحبتك جاء معناها وقالت عنك رقاصة حق لا 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 كانت يا ريالك رقاصة وحسها زين ما انا ما بعد قلت لك الزميله لا لم تمت جابت لنا ردات مو لا لا صوتها زين ولا كان صوتي زين انا خايفه لا لا تبت. او تعدلي لنا شويه شنو شي يسوى شنو جميل لا 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 لانه وقع لا تكثر فيه قولي لي تكفيت قولي لي تكفيت شويه شويه منه انا اعيد ترقصي ما انا الله ما انا الله شنو ما نرقص ما نرقص لا جيت شو تتمالي تكسر الاخبار ما تيتي انا تيتي الثاني ما تيتي انا تقولي لي تقولي لي شيء قولي لي الاعلام موريتان ما يصلح ما هو ليناش من يشبه اللي لا يقيم الاعلام موريتان لذلك ما نعرف لا بالنسبه لك انت ما يصلح لين ايش والله يعني يلتي نطروا عينيه شوي فهمت يصلح صم قداش وقعنا ما يظهر لي وانه خاسر يعني ما يظهر لك وانه خاسر يعني يقير يحتاج شوي العنايه درا كان الاعلام في الفوضى حتى اول مره صحابي يقول لي عن الاعلام في الفوضى ومره ثانيه بعد الفوضى نعجب عبد الفوضى يعجب غير عبد الفوضى ترى كل شيء في الفوضى تشوف برايفت مره نقول ولا الاعلام حتى يبقى يجب عبد الفوضى ما هي فوضى قاعد غير بعد اللبس ما عطى مود انا كامري زين جيد ليت تقولي لي موريتانيا قال لها بلد مليون شاعر اللي قال لك عنك تغير الاسم يا ولد شين قالها بلد المليوناش ما نقدر نغير الاسم بيدي شعر ما فوق بالنسبه لك انت حمل حسن قالنا بلد المليون سياسي وانت بلد المليون لا انا سياسي هذا سياسه ما خرصها ولا نقرا ولا نكتب عنها ولا نتصفح عنها بدي ما تعنيني من انا كلها خليها مليون شاعر خليتي المليون شاعر ما تغيريها خليها لا 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 ندرك انا حق حق با حق حق تحكي لي قناه انا قطع حكيت لي شي شي برنامج في الاذاعه قولي لي اسم برنامجي انا هذا صاحبتي الجلاله وحدين اللي نشر على الفيسبوك عن ضيفي راجل يقولوا لي اسم البرنامج صاحبتي الجلاله انت ضيفه كرام صاحبتي الجلاله تنقال للاعلام قلت تشرحي لهم ذاك على الهواء يعود اسمه يا المشاهدين
سمعوا ديالكت؟ لا نختارك تشرحي بالنيابه عندي، قد عدوا اكثر ويسمعوا لك تكفى. لا يسمعوا تراك انت وقع معروف معروف على عندي اعلام صاحب الجلاله. لذلك ما تعرفي اسامي الاخرى؟ تعرفي اسامي الاخرى؟ السلطه الرابعه. ايوه. و مهنة المتاعب. اه مهنة الموت ما المتاعب الموت هذا يجي هما شوي يموتوا ويسابقوا ياسر ونموت. تماما لقيت لكم مشاهدينا الكرام ثابت الاعلام ينقال له السلطه الرابعه. ينقال له مهنة المتاعب وينقال له صاحبة الجلالة. كامل كله ينقال له. مهنة الموت صرتك إذا كان معك الشيء اللي نعدوا لموتوا فيها. غير كافر معنا على الشيخ يضحكنا. ديالك عودك شوي يخفف عنه. الشيخ ايوا قولي لي كم راك الشيء الماضية؟ أكثر حد خلع منه. الشيخ الحميدي والله. لا أكثر شخص خلع ضيف ما نبغي نذكر اسمه به اللي هو من راسه كان. لا من الصحافة زملائك. اكثر حد خلعت تخلعت لا 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 مو حق خلعت لا ما منو لا عليه لا ما منو لا اكثر حد خلع خلعت خلع شيخ الحميجي تفوا كاع عليا قال لك انا ما توقع ما خطي لا لا قال لي عقب قال لي انها توقع عقب قال شيخ قاعنا نتعدى عليه عقب قال لك وراك انا تو هو نتعدى عليكم شي من الفنانين نتعدى عليه انا بعد عطيت تعدى عليا لك ماني انا ماني سماع اصلا ايوه قولي لي عندي صور هون اللي تعلقي لي عليهم والله نطلب بسم الله الرحمن الرحيم هاي الصورة اهداء من السيد العويسي مخرج البرنامج رغم اللي بالمناسبة عنده فيديو لك اخر لا ما بخلنيش الليلة ما بخلنيش كلمة بحق معاوية ولتستحمل الطائرة ما كلمة واحدة ما تقدر تجيش انا رايك ندور لا كلمة واحدة هو هذا تعرف شنو هاي ريحة بويا نقدر نقول على النوم. الصورة الأخرى؟ آه. هاي في إذاعة والله. هاي في إذاعة. في منين؟ في إذاعة موريتانيا. إذاعة موريتانيا. 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 ما لها شيء هذه 2019 كنت كانت حلقة ذاك النهار كانت مع معلق رياضي محمجي. والله المدرب مالي يوني يا أخي. عبد الودود ولسيدنا تحية للزميل والصديق عبد الودود ولسيدنا. وني به انا قدمتي معاه برنامج رمضان والناس ويك الساعه شاع عليكم ياسر الاشاعات داري خلينا نقولها ولكن انت تعرفيها جيده عدو انا نقول عدود فهمت عدود اكثر حد لاني اشتغلت معاه نقول لكني حسيت على اني اشتغل مع راسي بيدي دائما مشيخني كل شيء كان شخص ما الله قاعد يقول على اني يقول لي شيء ما هو خارج يقول لي انا انت اختاري هو والله انا اختاره هو اختاره هو عليك مو حق عندك نهائيا نعرف انا راني بعد مخليها له بالمناسبه ايوه هذا يا مني هذا الداي ولا عبد الله منو عاد؟ كنت خلاص تلفوني والله المشرق صور هذا شغلت المخرج مجيلة من سابقا هو اللي عم تشي ووالدي ما نقدر نقول شيء كلمه واحده ما تزيد شيء بالنسبه لي لو قولي لي كلمات مني بعد ما توفوا بسام صاحبي حتى الناس تقول عنه الشابه لي حق نعم والله وين الشابه له شتميتوني اصطحبته مجالنا دي الصورة شنو هي 2011 كان رمضان كان دورة تكوينية للإعلام رمضان الأول إذا إذا الإعلام دخلتي من زيتي صغيرة والله دخلتي صغيرة أيوه خيرت هذا محفوظ قلت لك انت تمارك مع تليفوني قطعا هذا محفوظ لعبو هذا الاديب الكبير البداع حموزه هذا حمزه حمزه اشتغلت معاه من 2014 صديقك اشتغلت معاه من الاذاعه موريتانيا واذاعه موريتان كان دائما ثنائي هذا الوالد الله يرحمه عمك لا والدي يرحمه الله يرحمه ان شاء الله قط اسمع لك شيء بالاعلام قط والله انا والدي مصطحبه معاه حتى قط اسمع لك شيء بالاعلام هي دائما يصنع ثيك ساعه البرامج في شو يقول لك؟ يقول لي زيان عنده والله قط يك ساعه حاجه اللي كان عندي برنامج في الاذاعه وتعرف عندي حد من المتصلين وقال قف قال لي نسمو لا يقولوا القفان راني ما تطار سكسور الاذاعه الله يرحمه يرحم والدينا ان شاء الله الصوره الاخرى والله فرقه هذا تقي الله دنا تي اخبارك من نجوم المنتخب الوطني؟ دنا اخويا دنا صديقي دنا كان يجيب لي الضيوف مصطحبه معاه حتى
اصحابي من ياسر شو نقول لك، انا اصلا نبقي صحبه الراجعه عن عند علي ياسبي دي نقول عنهم ما يقطعوا فظهر، مع اني الحمد لله ما قطعت مشكله غير هذه منام دندني صاحبتك زاديه خالق مجال فرسعيك صح، بس كل حد يقال هي قاع اختي سابق صاحبتي كان هذا ليفنت ويت نوفمبر السنه الماضيه وكان عندنا برنامج التواتر اللي قابلها من ستاتشي هي تقطعنا برنامج التواتر كنا معدرين حلقه ليفنت ويت نوفمبر قالت ياسر مشي زين قالت ريشه الفنان طلع عليك فنانه هو صاحبتك حتى من مصطفى معاهم كاملات طلع عليك واحده قول قبضي لي واحده مصطفى معامبر ما قال قولي لي واحده قال لي ونبوي السيف ذا قال لي دي اخويا ها خوك دي اخويا وقولي تي تقضي لي لي كيفاش وقتك ما تصور ايش تعدلي لا في الدار ما تحرك ما نبقي الحركه ياسر بيدي متعلقه شوي بالانترنت ايه متعلقه بالانترنت ادمان نبقي نتصل معها تقلب نعيتنا نفوت نهارات ما درت كونيكسيون تمنين عند قبل اللي هو ريان اللي ما دابت لي كونيكتي ولا انت متصفح عيت كاع عندك كونيكتي ميسانجر يعني كاع ما يدوي مشغلته واتساب ياك تم خلاص الناس تقول يعني في الليل ما تحركي شو رجيها تو ولد الدار تعرف ذاك اللي نعدل في الليل ولا ما نعدل انا لا سويتك لا انا غيرك نسوي لك انا نقعد نعرف لك كامل انا طلع عليه الخميس اللي داع كيما تعرف نقص جزار في الليل نرجع للدار وقتي ماني ماشي شهر حد من الدار ما نبقى نمشي مالي حد عاد في التلفزه ياسر مشي ما هو لايق به. هو شنو رايك في الحسن محمد؟ ما تطلعين شيء. ما طلعنا صورته السينما. الحسن 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 خويا. تصير دمية اخوتك كامله. الاعلام شنو دار تقول هو حد اشتغل مع قاعد عاد هو اخوه. اشتغلتي معاه الحسن. الحسن اشتغلت معاه في اشتغل معاه في ريدا بعد كاع اشتغل مولي هون اشتغلنا في موريتانيا في بريدا معناه انه مدارو ايوا عندك كلمة أخيرة تبغي تقوليها كلمة أخيرة كلمة أخيرة سيد عنده فيديو لكم جهزه في نهاية الحلقة تقولي لنا كلمة أخيرة ونطلعوا لك الفيديو وعودوا عندنا ختام كلمة أخيرة حقبة شو ما صار عندك برنامج؟ ما صار عندك حلقة برنامج زي ما شاء الله أنا قاعد خلع شكت أنك تسولني فيها مش الأسئلة اللي محرجة لي أنا بريتك منها شنو السؤال كنت تتوقع أني أسولك ولا سولت؟ ياسر من الأسئلة قلت لي على واتساب قلت لهم خلعت مع الله معناها اللي كنت نقد نقولهم عاد جاوبتك عليهم خليتك تسولني أنا قلت تقولي لي واحد لا 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 ما قد نقول لك شيء يا سيدي اللي يطلع عليك ضركات يا فيديو قال أنه هذه لكم واللي هذه لك صورة معاوية اللي قبيلة طلع لنا فيديو سيد قولي لي كيف سأنقذنا سيد من أشواق وأحزان قولي لي ماذا أفعل فيك أنا في حالة We'll be right back.
تحية للفنان كاظم الساهر. إذا عندك كلمة تقولي؟ ما نبقي نعود معك. شنو رأيك بالبرنامج؟ برنامجك زين زين حتى لين يخف يسرك مدرسي للمحرجة يعود ما عنده مشكلة. تاكل زينا. إن شاء الله نعود معك الضيفة ثقيلة على المتابعين. إن شاء الله خل عقابك رجال ما ظهر اللي عنده فاتوفا ما يجدد. إن شاء الله تعود حلقتك اللي كانت زينة. إذا شكرا لك زميلتي وصديقتي مريم أحمد ديدو. أيضا شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي وتحيات مخرج الحلقة سيد العويسي، دمتم بخير وإلى اللقاء.